نعم. سؤالك الثاني ما هو؟ السؤال الثاني وقت الأداء. وقت الأداء ما راكش تصلي درس ونجم نصلي وقت الأداء. سواء الفجر ولا الظهر ولا العصر نصلي وقتها معنا. تسألي وقت الأذان. هل يجوز الصلاة وقت الأذان؟ أيوه. طيب. سؤالها الثاني عن قضية الصلاة بعد الأذان مباشرة، وتورد هنا مسألة الجمعة قد يتقدم الإمام على زوال الشمس فيؤذن للصلاة، يدخل المسجد فيؤذن للصلاة قبل زوال الشمس، أرأيتم صلاة المرأة في بيتها بعد الأذان سواء في الجمعة أو في سائر الصلوات؟ إذا كان المؤذن يؤذن على الوقت في الصلوات المفروضة الخمس فإنها تصلي عند دخول الوقت، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر وعائشة رضي الله عنهم: لا يمنع أنكم أذان بلال فإنه يؤذن بلين، ولكن أذان ابن أمي مكتوم. وهذا يدل على أنه هو الذي تترتب عليه الأحكام، وهو الأذان الذي يكون عند دخول الوقت. فإذا قال الله أكبر وكان أذانه دقيقا بمعنى أنه على الوقت، فعند ذلك يجوز للمرأة ولمن أراد أن يصلي أن يشرع في الصلاة، سواء حتى في وقت الأذان أي حتى أثناء الأذان لا حرج، لأن الأذان لا يكون إلا بعد تبين علامة دخول الوقت. والجمعة. أما بالنسبة للجمعة فالجمعة في أذانها الأول ليست وقتا للصلاة، لأنها تؤذن قبل الزوال بالنسبة للظهر، والله تعالى يقول أقيم الصلاة لدلوك الشمس، فإذا كان يصلي ظهرا فهنا ليس له أن يتقدم على الزوال بل ينتظر الأذان الذي يكون عند الزوال، فإذا أذن الأذان الذي عند الزوال يصلي ولو كان الإمام يخطب. هذا إذا كان معذورا لا لا, لا أو كان من غير أهل صلاة الجمعة كالمرأة ومن لم يبلغ نحو ذلك. أحسن عليكم صحيح.